Take a look at what happened. لم تكن تلك سابقة أولى أن يتعرض مرشح رئاسي أمريكي لمحاولة اغتيال. تعرض جورج والاس عام 1972، وآخر رئيس تعرض لها كان ريغان عام 81. لكن إطلاق الرصاص على دونالد ترامب في القرن 21 من عمر دولة عظمى كأمريكا ضرب أصداء مخاوف الدك في جدار الديمقراطية المنيعة، وهي الحادثة الأشد بعد اقتحام مبنى الكابيتول في الكونغرس الأمريكي. أصداء حادثة محاولة الاغتيال وجدها طيف واسع كدليل على أن محاولة الاغتيال حقيقية. نوع السلاح المستخدم وهو الذي يروج له على أنه سلاح مشهور لانتشاره الكبير بين الأمريكيين هو M16 نوع AR-15، سلاح خفيف ودقيق، وظهر هذا بسرعة إطلاق المنفذ 8 رصاصات بحسب وسائل إعلام أمريكية. أما في الجهة المقابلة فرأى نشطاء أمريكيون أن الأمر أشبه بمسرحية، نظرا لما كشفته واشنطن بوست أن أنصار ترامب مروا بعمليات تفتيش دقيقة وتحول مكان اللقاء إلى بحر من القبعات الحمراء. تساؤلات مكثفة تستغرب أيضا مقتل المسلح بدلا من إصابته إصابة غير مميتة، هل هي إخفاء للحقيقة؟ هكذا يسألون. وهنا تطفو على السطح توقعات كبرى تدعم فرضية أن يستغل ترامب ذلك الحدث بتسويق سياسي وانتخابي يجعله فائزا مكتسحا لغريمه الديمقراطي بايدن. وهنا انتشرت عناوين من قبيل رصاصة اغتيال ترامب في الواقع قتلت بايدن انتخابيا. في المحصلة قلبت الحادثة الشارع الأمريكي خوفا على ديمقراطيتها من جهة، ومن تقلبات السوق التي بدأت بارتفاع أسعار العملات المشفرة إلى أكثر من 60,000 دولار لعملة بيتكوين على سبيل المثال، كما أنها ضجت بشعبية كبرى لترامب بعد أن مضى لشهور سابقة في أروقة المحاكم ومحاولة الرجوع إلى الواجهة متحديا منافسه الرئيس الحالي جو بايدن.